قام تكفل. لا عندكم قلم صح؟ خد قلم. لا لا ورقه في قلم معانا يا استاذ، هذا مو معانا الا معاكم. سنه اولى كم كفه الاوراق اللي عندك؟ واحده. طيب هنا ما بين وزعها ما بين احلى في قلم. حد ناقص قلم؟ ادي قلم. طيب هذا مو معانا الا معانا. يلا عشان الوقت يا اخوان. خد اتوقع واضحه الفكره من اللعبه. درس. طيب معي الجميع، واضحه الفكره من اللعبه صحيح؟ واضحه. اللي هي لعبه اسماء انسان جماد حيوان حيوان. الحين بشرح لك اياها. الحين بنعاملكم كفريقين. انا انسان وناسه. متاكد؟ والكيف. معليش بغير في التشكيله شوي. معليش خطك دائما كذا. ابغى افتك ها؟ خطك كذا دائما. لا مستعجل. جهات عينة قم. معليش مجدي تجي عندي. ابشر شربي. ركزتوا في الفكره وش هي ها؟ لا وش هي؟ وناسه والكيف. طيب يعني مو انتوا الكيف او وناسه، انتوا وناسه. والكيف وناسه الكيف. فمجدي بيكون عندي هنا. طيب الهدف من اني جبت مجدي هنا وش هو؟ النقاط راح تنحسب مجموعه. اي تشابه راح يلغى. تشابه معاهم يعني. تمام؟ يعني كل فقرة بعشرة، كم عندك؟ خمس صح؟ خمسة ايوه. 50 المجموع. فإذا كتبت مثلا حرف الألف أربع قصدك كذا خمسة؟ ايوه خمسة. خمسة. خمسة كل فقرة بعشر، يعني 50. إذا كتب عادل أحمد وكتب مجدي أحمد راحت عليك. راحت على الفريق. طب لو كتب بعد جهاد أحمد راح 30 صح؟ لا بندر كتب. ما له فريق. لا فريق 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 على فريق. ففريق وناس اتوقع انه محظوظ باللعبه. طيب نختار اول حرف. انا لينك تحكيم معك. لا انت تكتب. طيب اول حرف. اول حرف حرف الضاد. الضاد بدون عصا. بدون عصا الضاد. طيب 10 ثواني. 10 ثواني الضاد. يلا 5 4 3 2 1 ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك. اسمع يا لجنة احمد صادق خلاص رحت. طيب انا لجنة انا لجنة. ونزل رجلك صح. ارفع يدك ونزل رجلك، يعني هي تجي مع بعض هي متضاد. ارفع يعني ارفع يدك بس نزل رجلك. اقول ارفع يدك نزل رجلك اقول عادي. طيب نبدا بالاستاذ الفاضل. لا انا من لجنة التحكيم. أول شيء الحرف غلط. هذا لا صح صح بس كتبته أنت ما حطيته. طيب الأستاذ الفاضل مجدي يعني الله يعطيه العافية لجنة التحكيم ما يبغى يوسخ الورقة فكتب لنا فقط حيوان كرمته اللي هو الضبع. عندك شيء غير الضبع؟ عندي ضبعان. ضبعان وش هذا؟ اسم اسم اسم. حلو حلو اسم 10. وعندي بلد ظرمة. ظرمة حلو ايوه. غيره غيره. وعندي ضوء. وش الضوء هذا؟ وشو جماد؟ ضوء. ضوء تمشي تمشي تمشي. الضوء ضوء نبات. طيب الضوء غيره. الضوء انسان. وعندي الضوء هو ناتج عن تفاعلات كيميائيه. ما هو يا اخي الضوء ما هضمتها. الضوء طيب هو عنده هو اشياء ناتج عن تفاعلات كيميائيه. طبعا لغت عندنا ضبعان 10 20 ضوء ضرمة 30 ضرمة. انا ضرمه موجوده. خليك انت شوي عمار حيوان سريعين. كذبت ضب بس بس حلو. يعني عندنا 10 20 30 40. انا كاتب الانسان ضاري. 50. حيوان ضفدع. 60. جماد ضماد او ضماده. 70. بلاد ضرمه. 70 يعني 70. ضامي ضفدع 70. ضلع 80 90. البلاد ضياهد. ضياهد ما اعرفها بس 100. معروف الضياهد 100. حرف الضاد. في مهرجان باسمه صح؟ اول شيء لازم احد من فريقهم معانا ترى. يا اخي شوف الحين كم جابوا 100 وهم 5. 2 قدام 5. ايوه بس انت الحين كنت 100 ترى. انا كتبت ضحى. ضحى صح. بنت ضحى. وش كتبت؟ ضبا 20. 20. وكتبت الحيوان ضبي. ضب غلط. ضبي يا ابوي. الضبي غلط بالعصا. معليش ضبع 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 ضبع. كتب ايش كتب عمار؟ ضبي ضبع والله. طيب غيره عادي. جماد ضبي. حيوان حيوان
حيوان ضبع. ضبع. لا حلف حلف. 30 والله ضبع. حلف حلف. 40 ضبع كاتب زي طيب. 40 والجماد ضرس. ضرس. الظفر. ظفر. 60 ولا هذا ظرومة. لا الظفر غلط. الظفر غلط. الظفر غلط. ظفر. أنت مش ظفر. هذا هذا. ظفر. ظفر غلط. ظفر. 60 غلط. وعنده ظرومة هنا. ظرومة. 60 يعني. ما كتبت. 70 شوف لي 70 ما شاء الله. طيب. عرف الضغط. طيب الحرف الثاني وضحنا صعب الحرف صح؟ اي والله صعب. صعب. طيب بس احي عليك وين؟ هات الامدان نفكر. حرف عطنا وكس بس. وش تقول؟ ذال. 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 ذال فوق نقطة. ذال. ذال. اتحدى احد يجيب ذال. ذال. في تايم في تايم. يلا 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 سريع. في تايم يلا 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 ذال. حرف الدال. طيب. 10 ثواني. 7 6 5 4 3 2 1 ارفع يدك ارفع يدك نزل رجلك هذا صح يعني مسكت معي خلاص 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 يلا الانسان ذيبان ذيبان هذه صفة طيب اصبر اصبر خليك في الانسان مشيتها في ناس اسمهم ذيبان الحيوان في شر ما لقيت ذر بس ما قاعد اشوف ذره انا ذره يعني نفسه يعني مو هنا جمعنا جماعتها طيب حلو غيره والجماد ذبه يا شباب ايش هذا ايش ذبه هذا يا ابوي ذا كم بالله كم اثنين والله انت تستاهل الذبه برا 10 ذياب ذياب وذباب ذباب وذيل وذيل وذوبهان ذوبهان حلو ايه ايه ذوبهان ده فريق 50 مو مدينه ترى عمار 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 معليش ذيب ايوه حيوان ذيب ايوه مني وجماد ذراع الاسم ذيب والحيوان ذيب ايوه تجي طيب في الامه ايوه والجماد ذراع ذراع والنبات ذره ذره يا ابوي كله ياخذوا مني ده بلاد ما كتبت ما ايش؟ ما كتب بلاد حلو يعني عندك كم انت 50 10 20 30 40 ما تشابه معك ها ذيب ترى دوبه كاتبها دقيقه 90 هنا صح؟ هنا 90 هنا 10 100 والله من اول انا عندي انسان ذيبان حلو يعني 80 حيوان ذيب طريقه منحدره 70 جماد الله يكرمكم اللي هو ذنب الخروف وكذا كاتب ذنب حلو نبات ما في 80 نبات ما في بلاد ذرومه بلع ذرومه 80 90 لا واحده جاب اثنتين معه 100 لا جاب واحده نزل طيب اثنتين جاب معه واحده 80 جاب واحده ذنبه ايه ايه 90 حلو جبت لك كم واحدة وخصمت لك كم واحدة يلا فلما ذهبه ذهبه حلو اسم والحيوان ذباب بس يعني 100 يعني 100 ترى شباب مو تارجت 100 لا 90 90 90 90 90 واحد جبت واحدة من قصة 90 يا اخي مش الليلة لكم تفضل ذيب ذيب ذباب ذباب ذراع السيارة ذراع مو هذا شيء عجبني لا لا دوبك وربي من اول كتبت طيب هات زيك خلص والنبات ذرة هذا ما صفر والمدينة 4 40 ما فريق 40 40 ذياب حلو ذئب نفس الاسم 30 لا لا لا, لا انا دقيقة حيوان ايش الحيوان ذئب لا لا ذيب انا ذيب ذيب اوكي هو ذئب هو ذئب ذياب 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 اسمه ذياب انت كم 40 30 ايوه ليش؟ الانسان لا 40 40 حبيبي الانسان وش انسان مضبوط الحيوان الذيب توافقت معه قال ذباب هو لا قال لا حيوان ذباب حيوان ذباب اوكي 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 40 50 طيب طيب الجماد ذراع حلو النبات ذره نفسه البلاد ما انت ذراع السياره قاعد صح؟ اي هو ذراع هو ذراع الانسان ذراع اليد اوكي يعني اي في فرق فيها 80 80 80 80 80 حرف الذراع ترى مصدق انت ذراع السياره ذراع اليد ذراع السياره تختلف ترى تختلف كتب ذراع هو بس حروف سهله وربي حتشوف انا اقصد شيء ثاني والله ما اقصد ذراع ها وش رايك كنترول اعطيهم حرف سهل لا لا كمل كمل على كذا عشان كل واحد يلا يلا يا اخي بينظلمون الشباب يلا طيب ابعطيكم حرف احس الفريق الكيف بيتصدم دب دب واو حرف الواو يلا الواو 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 من سهل خمس ثواني خمس ثواني خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك انت خليك عادي طيب الواو
يلا حرف سهل. ايش كتب؟ مو سهل. وريف. وريف. تحدى لو في يعني نسى ورد ونسى. لا انا رحت لشيء مره بعيد عشان ما حد يكتب. شو التكتيك؟ طيب. لشيء مره بعيد عشان ما حد يكتب. طيب وريف. وريف. والجماد ورك. ورك 20. يلا وجد. حلو. 30. ورل. 40. حلو. وايت. حلو. 50. والجماد وايد. واسع بالانجليزي ده. 60. ها بالانجليزي وايد. الاسم وائل. وايت السياره وائل. جماد بالانجليزي وعاء. 80. نبات ورده. 90. بس قفلت. اسم وجدان. ايش هو؟ حلو. حيوان ما كتب. حيوان وزه او وز. يا شيخ. ايوه. نبات ورق عنب. مضبوطين. ورق. ورق عنب. طيب يلا فكك ما قلت شيء. 120. لكن ما يبي اكثر. 120 ايوه. بلاد واو، وهذه مدينه عندنا في السودان واو اسمها واو. والله ما يمديك. محتاج منها واو. اسم محتاج والله صحيح. لا ما في مدينه في السودان اسمها واو. واو فيه. ما نعرفها احنا ما نعرفها. والله موجوده في جنوب السودان. اسمع لو نعرفها حطيها. 120. طيب نروح لازم نزورها بعدين. 130. وش الاسم؟ وديعه. وديعه. حيوان ما فيه. حلو. جماد ورق. النبات ورق جرجير بقدونس الاشياء ذي. اذا تمشي ورقيات. ورقيات. حلو. هذا البلاد وادي بن هاشم. كم؟ 140. لا ايه ورقيات قايل لي زاحف. هذه سيبها خلاص. 140. لا مو 140. كم؟ انت كم اديته؟ احمد وقف 140. ما وقف 140 احمد. 120. حط 140 يا ردي اقدح. هم لو جابوها كلها جابوا 100. يلا على السريع يا جهاد. جهاد جهاد بالله اجمع لي ذي بالله عندكم. جهاد يلا يا جهاد يلا. جهاد رمح خلصني. خلاص 200. خلصني ما عليك بعدين. 210. ورود. خلينا ورود. ورود اسم مرة حلو. حلو هات. والحيوان وبر. وبر حلو. والجماد ولا شيء. والنبات وردة. والبلاد وادي فاطمة. 40. لا هذا حليب. وردة. هذا حليب وادي فاطمة. وردة. نفس وردة. لا 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 لا. دقيقة يا شيخ. حليب وادي فاطمة. 40 40 40. لا 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 في مكان اسمه وادي فاطمة. ايوه. وزة. ولاعة. ورقيات. واشنطن. ورقيات. 40 40 40 لا لا ورقيات صح ترى ايش فيك ما حسب الا ورقيات احسبها العاده عطى 80 عطى 80 استاهلون كم 50 40 40 يا رجال 50 يا رجال 50 لا انا 50 وهناك جهاد جابها كلها ترى هذا وايت بالانجليزي دي باقي جوله اخيره 200 200 200 يلا بس الانجليزي دي بس كم 200 بالانجليزي مو بالعربي شوف هاي جهاد جهاد عشان نختم بس الفرق ترى 10 يعني لو جبت اجابه انت وجبت اجابه واحده تعديتهم. معليش الوايت غلط ترى بالانجليزي. خلاص الوايت غلط يلا 200 تعادلتوا. كم الكيف يا ابوي؟ 140. اي غلطان الحسبه انت. يا اخي كيف غلطان؟ 200 هذا 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 اصبر وين انت وين وين انت؟ 100 حرام عليك 310 نحن. رياضيات. استاذ رياضيات. 310 خش فيه بالله كيف يا فيصل؟ نعطيك 210 140 90 هذه الحاله 130 طيب 210 انتم 200 هنا الحاله 240 و90 والله كلشت يلا يا اخوان يعطيكم العافيه